ناخد اندكشن موتور، فبنروح هون على الماشينز اذا نطلع هون في الماشينز في عندنا في اس اي، بس انا راح اخد اسينكرونس مش اس اي، راح اخد الاسينكرونس ماشين اس اي اللي موجوده هون. في كمان هون عندي دي سي ماشين، في كمان بيرمنت ماجنت سينكرونس موتور هون، في سنجل فيز اسينكرونس موتور. هلا راح اخد الاسينكرونس ماشين اس اي يونت تمام، وهذا عشان ما نغلطش نمحي الفايل الاصلي، خلينا نخزنه من هلا كفايل جديد. هلا اذا بنطبع هذا الماتور في له تو اوبشنز، ممكن اشغله بطريقتين. ممكن انا ادخل له التورك اللي موجود على الشافت، يعني كانه اللود، هو يطلع لي من هون بارامترز بما فيها السبيد اللي راح يمشي عليها. ممكن اشغله على طريقه ثانيه، اعطيه السبيد اللي هو الشافت ماشي عليه هو يعطيني التورك، بس ما بقدر احدد بوث. فيا اما انا بعطيه هذيك اللحظه ايش التورك اللي هو موجود على الشافت هو يعطيني السرعه اللي راح يمشي عليها، او العكس. احنا في البدايه خلينا نحط عليه الروت نشوف السبيد اللي بيمشي عليها. فبدنا هلا طبعا 3 فيز سبلاي. هلا 3 فيز سبلاي انا راح ابنيه من 3 سنجل فيز، بامكانك تبنيهم من 3 من 3 فيز سورس. ايش كان عملنا في الباور كليبس؟ عملنا زي هيك تمام. فهون ناخذ الكتريكال سورس، خلينا ناخذ اي سي فولتج سورس، راح اخذ ثلاث مرات. انا عارف عارف، بس بعرفش ليش كان يغلبني مرات لما استعمله، بامكانك تستعمله اذا بظبط معك استعمله ما في مشكله. راح نسمي هذا ار. هلا احنا بدنا فولتج، بدنا ناخذ لاين تو لاين فولتج، خلينا نقول بدنا نستعمل 230 فولت حتى يحسب بس معي. ناخذ احنا هون سورس اعتبره 230 فولت ار ان اس، انه راح يعطيني اصلا هون بعطيني 400 فولت لاين فولتج. تاكد بالله اضرب 230 في جذر الثلاثه اعطيك 398. 230 اضرب هلا 230 في جذر الاثنين عشان اطلع البيك فاليو. البيك فاليو 325. اذا حنحط هذا هلا هون 325 فولت، 325 فولت، وراح نعطيه فيز انجل زيرو لانه هذا ار، راح نحول الفريكونسي 50. نعمل اوكي اول واحد، هلا بننسخ هون الثاني. هذا راح نسميه اس. راح نحط زي ما كنا نعمل بال 3 فيز، راح نغير بس الفيز انجل، راح نحطها ماينس 120 ديجريز. ناخذ الثالث. كابيتال تي. هلا في كومن، بس انا ما اظنش عمره اثر علينا انه اوصله على الجراوند ولا لا. هي الكونكشن مش الكومن نيوترال بيكون لو سكن نيوترال. بس هو ما بسميه، بسميه هيك انا بسميه، هو بسمي جراوند. انا ما عمري شفت انه اثر على الدائره، بس يمكن في تطبيقات معينه بتاثر اذا ما بتوصله. هلا راح اعمله الان، انا راح احط الفول فولتج على المحرك، ما راح احط فيربل سبيد درايف ولا اي شيء بينه، بس انت لما تبدا تشتغل بعدين بده يكون في عندك هون مثلا فيربل فريكونسي درايف او شيء زي هيك راح احطه، او سوف ستارت او فيربل فولتج او الاشياء الثانيه. احنا هلا بس بدنا نعمل اكسبلورينج كيف نشغل هذا المحرك. راح اشبك هلا هون، راح اشبكهم اي وبي وسي. تذكر انه السيكونس مهم، لانه السيكونس اذا انت عكسته راح ينعكس السيكونس هون، فالتورك راح كل شيء راح ينعكس بالهاي، فجيد انك تلتزم بالسيكونس الصحيح اللي هو A leading B و B leading C، ف R leading S و S leading T. راح احط هذا هون وهذا هون وهذا هون، اذا رحت عكستهم او اذا عملت هذه بلس 120 ديجريز وهي بلس 240، ما عملناش التي. دكتور بس بالاكتور بيكون هو فعليا يعني ايش؟ الفيوز تبع ال 3 فيز 5 بيكون في 3 فيز ونيوترال وايرث دائما. صحيح صحيح صحيح، ومرات ما بعطي، مرات ما بعطي، مرات ما في نيوترال، مرات حسب يعني حسب ايش الابلكيشن اللي موجود. هلا عندنا هذول اذا راح اشبكهم مباشره مش راح يقيس كرنت، هلا ممكن نرجع نقيس كرنت بعدين او فولتج، بس المهم السيكونس مهم جدا، تلتزم بالسيكونس الصحيح. ف
فعندي R leading S, S leading T, فبدخلهم هذا بصير positive phase sequence. positive sequence بشبكه على A, B و C. دكتور تي أم تي لود يعني؟ آه. أو هي التورك اللي مطلوب من المحرك. هلا راح تلاحظوا في المحرك في بارامترز كثيرة هون وتفاصيلها ما بعرف إذا معنا وقت نشوف ندخل عليها. إذا ندخل على البارامترز هون راح تشوفوا كل البارامترز تبعت سكوري كيج اندكشن موتور. هذا سكوري كيج أو نحن لسه ما حطينا إحنا لازم نعمل له سيتنج من هون. فأنا هذا بدي إياه يكون سكوري كيج اندكشن موتور. هيو من هون كان ممكن إني أطلب إنه واوند روتر أو دبل سكوري كيج. مين مرة سألني؟ بنحط تو سكوري كيج جوا بعض. أو واوند روتر بغير الستارتنج كاركترستكس وسبيد تورك كاركترستكس بعطيني بيتر ستارتنج تورك ومور افيشنت ديزاين بيتر سلو بالضبط. ايوه سكوري كيج احنا راح نلتزم الان اذا بالسكوري كيج احنا ماسكين سكوري كيج اندكشن موتور الانبوت راح يكون عندنا تورك. هلا في بريسيت مودلز. بريسيت مودلز يعني ممكن اختار من احجام معينه. خلينا نشوف اذا عندي حجم معين هون اختاره مثلا هذه بالهورس باور هون وفي عندنا كمان بالكيلو وات. مثلا بتحبوا ناخذ هذا هون مثلا ناخذ هذا 4 كيلو وات 4 كيلو وات. خلينا نكتب البارامترز تبعته راح نعمل عليهم شويه اناليسيس بعدين. دكتور هدول الريتد اللي موجودين في الماركت يعني الى حد ما الى حد ما بس هو في ستاندرد سايزز في بريفيرد سايزز بنسميهم بريفيرد. فلما تروح انت على اي سبلاير راح اقول لك هاي البريفيرد سايزز اللي عندي واللي المفروض انها تتبع ستاندرد. يعني عاد راح تلاقي 15 كيلو وات راح تلاقي 75 كيلو وات مثلا. والفريم سايزز حجم الفريم كمان له بريفيرد سايزز تمام الحجم هذا فإله الحجم. والفريم سايز مش شرط يكون دائما لنفس المحرك ممكن يكون كيلو وات مختلف بس نفس الفريم سايز. الفريم سايز هو الكيس اللي بنحط فيه اللي حطينا فيه المحرك قديش حجمه. هاي له علاقه بالتبريد ودرجه الحراره. كل ما كبر حجم الكيس الكيسينج اسمح لي اني اعمل ديسيبيشن لحراره اكثر. هلا خلينا نحط البارامترز تبعت هذا المحرك لانه هاي بتهمنا بعدين لما نيجي ندرسها. هلا هذا عندي 4 كيلو وات هي هاي طبعا الاوتبوت ميكانيكال باور ولا الانبوت الكتريكال باور. الاوتبوت ميكانيكال باور هاي النومينال هاي النومينال اوتبوت ميكانيكال باور. هذه في ميكانيكال اوتبوت وعندي 400 فولت. شو ال 400 فولت؟ حتكون ستاندرد لاين تو لاين ار ان اس لاين تو لاين كستاندرد. ما راح احكي اذا عندي 3 فيس سيستم عاده على اي فولتج بحكي. انا ما بعرف شو مركب هو ستار مركب دلتا ما بيهمنيش. انا بيهمني اللي بين الطرفين هذول. يعني لو عندي 3 فيز سيستم وطالع منه 3 تيرمينلز انا ما بيهمني كيف هو مشبك من جوا. انا بحكي دائما عن الفولتج ما بين هاي النقطه وهاي النقطه اللي هو اللاين فولتج. بنحكي عن اللاين فولتج. فاللاين فولتج 400 فولت وهذا اللي عملناه هون عملنا هذيك 230 كانت ار ام اس مش هيك حطينا 325 بيك للفيز. لما نضربها بجذر الثلاثة شو بتعطيني؟ حوالي 400 300 398 فولت. ايش كمان عندنا بارامترز؟ الريتد فريكونسي تبعته 50 هرتز و 1430 ار بي ام. شو ال 1430 ار بي ام؟ اسينكرونس لانه السينكرونس سبيد احتمال كبير شو تقول؟ واضح من هذا الرقم 1500 اذا ان اسينك وان سينك تساوي 1500 ار بي ام. معناها مباشره قديش عدد البولز بير فيز؟ 2 عدد البولز 4 عدد البيرز والبولز 2. يعني اذا احنا بنستنتج من هون لانه هي 50 و1500 معناها عدد البولز بير فيز بولز مش بيرز والبولز رح تكون 4 وعدد البيرز والبولز بير فيز فلما بعوض الان في المعادله 120 في 50 على 4 اعطيني 1500 ار بي ام. مضبوط مش هذا الرقم صحيح هيك 120 على 4 ب 30 30 في 50 1500. لكن التورك قديش بعطيني تورك على 500 ار بي ام؟ زيرو. تمام وبدي اعطيني التورك الريتد تورك امتى؟ على 1400. اذا قديش السليب قديش الريتد سليب؟ 4.6% الريتد سليب بيساوي 1500 ناقص 1430 على 1500 مضبوط اللي هي 70 على 1500 قديش طلعت القيس؟ 4.6% اللي هي نسبيا عاليه. عاليه نسبيا عاليه وهذا كل ما زاد الريتد سليب شو بزيد معي؟ اللوسز روتر لوسز.
تكريت حكينا عنه. حكينا عنه. الالكتروماجنتيك جاب باور اللي بتنتقل الجاب باور تنقسم 1 ماينس اس و اس. الاس هي لوسز وال1 ماينس اس هي يوسفول باور بتتحول بتروح من هاروت لوسز وميكانيكال. هلا دكتور احنا طلعنا السينكرونس سبيد بناء على الامثله اللي حليناها اللي كانت طبعاً 1500 ار بي ام سينكرونس سبيد. اسينكرونس سبيد كانت تطلع 1000 اقل. ايوه بالضبط. كان هناك 1425 مره بتتذكر كان يطلع معنا هيك يعني اذا لو فهمت اخذناها بس بناء على يعني ما هو انت اول شيء احنا شفنا هاي 50 شو بدها تكون؟ مش معقول تكون 3000 هاي لانه انا يعني مش معقول السليب بيكون 1570 يعني بعيد كثير من هاي ولا احتمال يكون اقل ما بصيرش يكون اقل اذا هذا محرك هلا هذا ممكن يصير جنريتر على فكره اذا معنا وقت رح نحاول نشتغل نحولكم اياه لجنريتر رح تشوفوا السرعه تبعته بتزيد عن 1500 ار بي ام رح تشوفوا الباور اذا حطيتوا باور الباور بترجع على السورس باخذها السورس والسورس بصير ياخذ باور بصير تحول اللود بهذيك اللحظه بصير نعم ايش السؤال؟ كيف عرفنا ان السينكرونس 1500 اذا توقعناها يعني هو شوف احنا بنعرف انه اذا عندي 50 شو بدها تكون السرعات؟ بدها تكون السرعات يا 3000 يا 1500 يا 1000 لانه البولز ما بيجوا فراكشن مضبوط؟ فانت اعلى شيء لو عندك بس 2 بولز بير فيز رح تكون 3000 مش معقول تكون 3000 لانه هاي عنده هون 1400 لو اعطاك 2800 لو قال لك الاسينكرونس 2800 بتقول اكيد هنا 3000 لو اعطاك اياها 950 بدك تشوف رقم تزيده شوي بحيث يوصل 3000 او 1500 او 1750 او اظن ايش بيشبه بعدها 500 يمكن او 250 هكذا حسب عدد البول بس عاده اللي شاع في الماركت شو؟ عاده يا 2 بولز بير فيس يا 4 يا 6 وحالات قليله جدا 8 بس عاده 2 او 4 او 6 نعم تفضل كيف يكون 1000 ممكن يكون 1000 يكون 6 اذا كان 6 بصير احط 6 6 بولز بير فيس لازم يكون زوجي اذا بولز بير فيس زوجي لازم يكون فعندي 2 و4 و6 وممكن 8 8 اظن بتزل ل 500 مش هيك بصير بس ما في انا ما عم بشوف محرك 500 كل اللي موجود شائع اللي بنباع هو عاده 1500 في 3000 وفي 1000 بس هدول اللي اكثر شيء شائع اذا صار عندنا هي البارامترز الاساسيه وهي 4.6% سليب طيب شو عندنا كمان بارامترز لهذا المحرك بنطلع عليهم هلا احنا قررنا نستعمل تور هلا اظن الريفرنس فريم بدنا نحوله ستيشنري اظن بدنا نحوله هلا بنشوف متاكد كمان هلا البارامترز هاي بتعطيني كل البارامترز هلا لاني اخترت بريست موديل شوفوا شو صار معنا طلعوا هدول ايش؟ شيدد شيدد يعني ما بقدر اغيرهم بس بحكي لك قديش قيمهم هلا اذا ما بدك هدول ارجع الغي البريست موديل حطوا هذا وبعدين انت بتصير تغيرهم زي ما بدك بس هو قال لك اذا انت طلب مني بريست موديل انا عم بعطيك شو البارامترز ايش هم هدول؟ نعم ايش السؤال؟ لا البارامترز تتحكم فيهم فعليا زي كانك تعمل ديزاين تمام بالضبط يعني لو انت عندك انت صانع محركات وبامكانك تجيب كل او ايش بتعمل اذا انت مش عارف البارامترز هدول شو بتقدر تعمل؟ شورت سيركت تيست والاوبن سيركت اللوكت روتر عفوا اللوكت روتر والنو لود تيست اللي هو الترانسفورمر كنا نسميهم مش هيك مش تقدر تعملها بتقدر تقيس الريزيستنس تبعت الاي وتقريبا تقدر تطلع معظم البارامترز وفي رولز اوف ثم بتساعدك بتقول لك تتذكروا في اللوكت روتر تيست والهاي كنا نقول تقريبا الروتر والستيتر تقريبا بتقسمهم بالتساوي او بتعمل قيم معينه في عندي طرق معينه اقدر اروح اطلعها لهذا المحرك ميوتشوال اندكتنس هذا اظن اللي هو الكور اللي هو اكس ام وبعدين هون في عندنا انيرشا هاي الانيرشا لمين البوينت 4 الروتر لذلك هو عملها شيء. بوينت 4 بعدين اعطاك الفريكشن شو بتتوقع الفريكشن فاكتور شو هذا؟ بس اي نوع؟ فيسكس تمام فيسكس فريكشن هذا فيسكس فريكشن هلا كيف تعرف انه فيسكس فريكشن؟ طلع على اليونتس اذا طلعت على اليونتس هذول فيها شيء بير ار بي ام بير لانه هون عندنا عفوا اسف مش هذا نيوتن متر سكند هي نيوتن متر بير راديان بير سكند فهي فيسكس فدخل فيها سبيد اوكي مش كولوم فريكشن مش كونستنت فبدك هي اوتوماتيكيا هو باخذ السبيد الروتيشنال سبيد وبطلع لي نيوتن متر وبطلع لي التورك وكل ما زادت السرعه في بس صغير الرقم قديش كان 0.02187 واخر شيء ايش عندنا؟ بير اوف بولز هذه بير كانها بيرز اوف بولز او بول بيرز هيك بول بيرز
احنا حسبناها اربعه، هي اثنين هون لانه هو حاطط البيرز هون. بيرز اللي هي اثنين. طبعا تذكر انه هاي وحدتها بير فيز، هذا ثري فيز، ففي يعني الاربعه بولز بير فيز، يعني على ثري فيز في عندنا 12 بول في داخل هذا المحرك. نعم. فيسكس فريكشن دائما اه طبعا طبعا، كل تعريف الفيسكس فريكشن. هلا اذا لينير بتكون لاي سبيد؟ لللينير سبيد. واذا روتيشنال؟ لا لا لا، اذا فيسكس في فيسكس ترانزليشنال وفي فيسكس روتيشنال. الفيسكس ترانزليشنال بتعطيني نيوتنز بير متر بير سكند، واذا روتيشنال رح تعطيني نيوتن متر بير راديان بير سكند. تعطيني تورك، الروتيشنال رح تعطيني تورك، والترانزليشنال رح تعطيني فورس. بس التنتين فيسكس، التنتين فيسكس. عارفين الفيسكس لو عندي انا بيرنج والبيرنج فيها شحمه، فالشحمه رح تشكل طبقه رقيقه من الزيت، هاي فهذه احسن شكل لها يمثلها هو الفيسكس فريكشن. طيب ايش عندنا كمان اشياء؟ لاحظوا هون اعطاني الاندكتنس بالهنري. هي هذا ستيتر ريزيستنس اندكتنس اعطاني اياه. اعطاني الروتر ريزيستنس اندكتنس، ريفير تو ذا برايمري، عشان هيك في داش هاي رجعها، واعطاني ميوتشوال اندكتنس. ما حكى لي شيء عن الايدي كرنت، عن الـ عن الكور لوسز. مش عن الكور لوسز زيرو. مش حاطط شيء، حاطط شيء كور لوسز. انا مش شايف وين يمكن تحت، لو عملنا سكرول لتحت. لا لا اظن اخر شيء، ما بعرف، ما اظن هاي. لا شلون هذا بس الكور لوسز مع الميكانيكال لوسز والفريكشن والفيسكس فريكشن يمكن. اوكي. هذه السيميليشن عارفين ها شو؟ شو الساتشوريشن؟ ليش بصير في ساتشوريشن في المحرك؟ ايش الدائرة اللي بنعملها ساتشوريشن؟ بي اتش كيرف. بي اتش كيرف تمام، الماجنتيك. هذا الكور اللي موجود في داخل المحرك رح يوصل مرحلة معينة لما بعمل على البي اتش كيرف رح يوصل يصير ساتشوريتد، ما بعطيني ماجنتيك فلكس أكثر من هيك. هلا هو بوضعه الحالي نفترض إنه هذا لا انفينيت، بيقدر يضل يزيد، كل ما زادت اتش بزيد بي، او كل ما زادت الماجنتيك فلكس، ماجنتيك سترينث، فيلد سترينث، بزيد الماجنتيك فلكس دنسيتي. بس هون عم بعطيني كاركترستيك معينه، اذا بدي اعملها اكتيفيشن بحطها هون، بعملها سيميوليشن، وهذا هو الصحيح. بس احنا مش رح نعمله، بس هذا بعطيني اوبورتيونيتي اني ارسم البي اتش كيرف. اذا رسمت البي اتش كيرف رح يصير يتبعوا من هون، هاي هون رح تكون عندي هون اتش بي. فانا لما بزيد اتش يعني بزيد عمالي ال ان اي، لان هاي ماجنتيك فيلد سترينث بتجاوب معي بي لفتره معينه بزيد. بس بعدين شو صار بالدايبولز، الماجنتيك دايبولز خلص صارت تقريبا ما ضلش دايبولز مش مرتبه، فمش رح يجيني استجابه كثير اذا زادت اتش منهم. بس هذا مهم في المشين. نعم اعتبرناها هون، اعتبرناها احنا هلا هيك معتبرينها بدون هاي، معتبرينها هيك. ايش هذا الخط السلوك تبعه هيك؟ لو في ماشينز زي هيك طبعا بيحلوا مشاكل كثيره. ما في ماشين بتوصل مرحله معينه بتقول لك انا بلاش اعطيك اكسايتيشن اكثر من هيك، خلص كل بدك. على فكره ايش بدك؟ بدك كور اكبر، جيب كور اكبر، جيب كور اكبر بصير يقدر يعمل يوصل لدرجات اعلى، ماجنتيك سيركت اكبر. اوكي؟ بس عم يطلعوا الماتيريال في الشيء هذا انه يلاقوا